انتوا كنتوا اعلنتوا نادي القرن في اسيا في عام 2000 في نهايه عام 2000. لا لم يتم الاعلان. طيب وبالنسبه للقاره الافريقيه؟ بالنسبه للافريقيه كان تم اعلان نادي الزمالك اللي كان في نهايه القرن الماضي على اساس نتائج الزمالك في بطولات الانديه الافريقيه في الفتره الاخيره بالذات من سنه 91 لسنه 99 كان الزمالك مسجل اعلى نتائج في افريقيا خصوصا في دوري الابطال في الوقت يعني بيتم احتساب النقط كل سنه ترتيب ال 50 نادي على مستوى العالم اول نادي بياخد 50 نقطه والثاني 49 وهكذا تنازليا حتى نادي ال 50 بياخد نقطه واحده فنادي الزمالك جمع اكبر عدد من النقاط في الفتره ديت. استاذ خالد انا عايز اسالك عن نقول مدى تنفيذ او انصياع الانديه لهذه الاحصائيات يعني احنا شفنا ده على المستوى الافريقي بعض الدول بتقبل وتعترف وبعض الدول لا تقبل قصدي بعض الانديه تقبل وتعترف وبعض الانديه لا تقبل وتعترف. هي طبعا يعني قد نختلف في وجهات نظرنا انما احنا حاطين معايير رقميه زي ما حضرتك وبنمشي على اساسها. الفرد بياخد عدد معين من النقط واللي بيتعادل عدد معين وكذلك في البطولات القاريه. يعني احنا مش بنتطرق للمستوى الفني خالص ممكن فريق يكون مستوى فني عالي جدا بس ما بيحرقش الارقام المطلوبه اللي طبعا على قمه التصنيف. طيب استاذ خالد ابو العيون مدير مكتب الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء في الشرق الاوسط شهريا الحقيقه بيبقى فيه